بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله في الجزء ده هعمل مراجعة سريعة على الأساسات اللي داخلة معانا في الكويز بكرة، وأقول فيها بعض الملاحظات المهمة للدكتور إيه اللي الدكتور قال عليها إن هو ممكن يجيبها في الميد ترم أو يجيبها في الفاينل أو في الكويز. تمام، فنبدأ مثلا بإيه. إحنا دايما لما بنيجي نصمم أي قاعدة أيزوليتد الحمل مرتكز في النص هنا بالظبط، يعني لما أجي أصمم أي قاعدة الحمل مرتكز في نص العمود بالظبط، دايما بعتبر إن الاستريس تحتها يونيفورم ستريس بالشكل ده، بالشكل اللي انا برسمه ده. تمام، بعتبره يونيفورم ستريس بالشكل ده كده، وبالتالي لما اجي اصمم بصمم على ان هو يونيفورم. لكن في الحقيقه هو مش يونيفورم. في الحقيقه حتى لو الحمل مرتكز في نص القاعده هي كده هو مش يونيفورم. ليه بقى مش يونيفورم؟ بيقول لك ايه، بيقول لك في حاله التربه الطينيه الاستريس بتاعك بيبقى بالشكل ده كده، بيبقى كبير عند الاطراف وقليل عند الايه، عند المنتصف كده تحت العمود. وبيقول لك في حاله التربه الحبيبيه الاستريس بتاعك بيبقى قليل قوي على الاطراف يكاد ان هو يكون صفر، وفي النص بيبقى كبير قوي. تمام، طيب الكلام ده في حاله ان الفاونديشن ريجيد. طب لما انا بصمم على ان الاستريس بتاعي يونيفورم كده، هل الافضل، هل الاحسن ان انا اصمم الاستريس بتاعي ان هو يونيفورم كده ولا نون يونيفورم زي ما هو موجود في الحقيقه؟ في الحقيقه هو كده. ده السؤال اللي الدكتور ممكن يساله، يعني السؤال ممكن الدكتور ممكن يقول لك ايه، يقول لك انت عندك القاعده بتاعتك ريجيد فاونديشن، تمام، هيقول لك ومرتكز على تربه طينيه، انت خلاص صممت القاعده بتاعتك باعتبار ان هي اللي عليها ستريس يونيفورم. هيقول لك بقى لو انت صممتها على اعتبار ان الريجيد فاونديشن ديت مرتكز على تربه طينيه، هل حلك على ان الستريس كان يونيفورم اقتصادي ولا ان انا اخده نون يونيفورم اقتصادي؟ طبعا انت هتقول له ايه، هتقول له تعال نفكر بقى كده. انا لما انا صممت القاعده على ان الاستريس بتاعي يونيفورم كده، لما جيت اجيب العزم بتاعي خدت الجزء ده كده وجبت المحصله بتاعته اللي هي دي وضربت في ذراع العزم ده، تمام، ضربت في ذراع العزم اللي هو المسافه دي كده، دي كده في حاله ايه، في حاله ان الاستريس يونيفورم. طيب العزم ده انت شايف اهو المسافه من النص ده، من نص الجزء ده كده، المسافه من هنا لحد هنا. طيب لو الاستريس بتاعك نون يونيفورم بالشكل ده كده، كنت هاجي اجيب المساحه دي، تمام، المساحه دي وهضربها في ذراع العزم بتاعها. بس نركز بقى، المساحه دي محصلتها فين؟ محصلتها هتبقى قريبه من الحافه، يعني محصلتها تقريبا هتبقى في المنطقه دي كده، فبالتالي ذراع العزم ايه، هيزيد. وطالما ذراع العزم زاد هيبقى هيديني مومنت كبير، ولما يديني مومنت كبير هيديني تسليح كبير. يبقى لما الدكتور يسالك يقول لك هل الحل بتاعك كان اقتصادي لما انت حليته باليونيفورم ولا مش اقتصادي، هتقول له طبعا كان اقتصادي. وطبعا لازم تبرهن بقى، تقول له ليه، هتقول له كان اقتصادي لان الاسترس اللي موجود في القاعده الريجيت على التربه الطينيه الاستريس بتاعها نون يونيفورم بالشكل ده، والمحصله بتاعته هتبقى بعيده شويه عن الايه، عن وش العمود، فبالتالي ذراع العزم هيبقى كبير، فهيدينا عزم كبير، فهيديني تسليح كبير. وانا لما صممت على ان المحصله في المنتصف، وهيديني تسليح ايه، قليل شويه. دي كده، ده كده سؤال ممكن يجي يقول لك طيب ايه، طيب لو الريجيت فاونديشن بتاعتك دي كانت مرتكزه بقى على ايه، على تربه رمليه، هل كان الحل بتاعك اقتصادي ولا مش اقتصادي؟ هتقول له اول حاجه نرسم الاستريس اللي موجود على التربه الرمليه، هيطلع معاك بالشكل ده كده. وانا لما صممت زي ما احنا عارفين، لما صممت على ان الاستريس بتاعك حاجه كده هنا كده، وجبت المساحه ديت وضربت في ذراع العزم بتاعها اللي هو في ايه، اللي هو بيديني مسافه في منتصف الحته دي كده. طيب ده كده ذراع العزم الايه، الاولاني، اللي هو باعتبار القاعده ايه، يونيفورم ستريس. طب لو انا جيت بقى صممت القاعده على اعتبار الحقيقي بتاعها ان هو نون يونيفورم ستريس، فبلاقي ان النون يونيفورم ستريس اللي موجود على التربه الرمليه بالشكل ده كده، فهلاحظ ان محصله المسافه دي كده هلاقيها انها قريبه جدا من العمود، فهيديني ذراع عزم قليل، فهيديني ذراع عزم ايه، قليل، فبالتالي هديني مومنت قليل، فبالتالي هديني اريا ستيل قليله. فهي لما يسألك بقى يقول لك بقى لما انت صممت بالاعتبار ان الاستريس يونيفورم كان اقتصادي ولا لا، تقول له ما كانش اقتصادي. ليه ما كانش اقتصادي؟ لان ذراع العزم في حاله الاستريس الحقيقي كان قليل عن الاستريس اليونيفورم، فبالتالي كان هيديني تسليح قليل شويه لو انا استخدمت الاستريس الحقيقي. تمام، طب كده خلاص خلصنا من السؤالين دول، مهمين جدا، ممكن يجوا في الايه،
في الكويز او الميد ترم او الفاينل. وعلى فكره دول كده اول سؤال في الشيت، يعني الشيت لو انت حليت الشيت انا هحلل منه شويه معانا في البي دي اف ده، اول سؤال في الشيت هو الجزء ده. طيب انا كده بتكلم على ايه، على ريجيد فاونديشن. ممكن بقى الدكتور بقى يتخابس كده ويقول لك سؤال بقى ايه اصعب من دول، يقول لك ايه بقى، يقول لك طيب في حاله ان التربه بتاعتك مش ريجيد فليكسيبل، هل الحل بتاعك انت كان اقتصادي ولا ما كانش اقتصادي بالنسبه للستريس؟ هتقول له طالما القاعده بتاعتك فليكسيبل فبالتالي الاستريس لازم هيكون يونيفورم، يعني دايما في القاعده بتاعتك دايما لما بتكون فليكسيبل قاعده مرنه لازم الاستريس بتاعك يكون يونيفورم، فبالتالي انا اصلا حليته ان هو يونيفورم وفي الحقيقه هو يونيفورم، فبالتالي الحل بتاعي على اعتبار ان فليكسيبل هو الحل اللي انا اصلا حليته في السؤال بتاعي، فاقول له مش هتفرق. لما يقول لي بقى القاعده بتاعتك اقتصاديه ولا مش اقتصاديه، اقول له مش هتفرق لان انا اصلا حليتها على اعتبار ان الاستريس يونيفورم وفي الحقيقه هو يونيفورم لان القاعده بتاعتك ايه فليكسيبل. طب عايزين نعرف معنى كلمه ريجيد ومعنى كلمه فليكسيبل دي ايه؟ معناها ريجيد معناها ان السمك بتاعها كبير، تمام؟ فدايما كل الحل بتاعنا بنعتبر دايما ان القاعده بتاعتك ريجيد، تمام؟ اللي هو السمك بتاعها كبير، تمام؟ انما الفليكسيبل بيبقى السمك بتاعها صغير شويه، فبالتالي المعنى بقى الحقيقي بتاعه هو عبارة عن الآتي.